نقول لكم واحد الحاجه، الانتخابات هذا بربي ان شاء الله ما تكونش. هذه حاجه باينه. لي زافوكا راهم خرجوا، لي زيتيديو خرجوا، ونهار الجمعه راه يخرج الشعب بالملايين. اذا لم تستمع السلطه الى مطالب الطلبه والحراك الشعبي فستستمر هذا الورد، سيستمر. نحن لا نريد، نحن لسنا ضد الانتخابات، وانما ضد تزوير الانتخابات. اليوم كونفدرالية النقابات الجزائرية بطبيعة الحال من واجبها أنها تدعم الحراك الشعبي السلمي بعديد الطرق بما فيها الاحتجاج، ولذلك في احتجاج 28 أكتوبر هو في المادة الأولى أو المطلب أو التأكيد الأول هو لدعم الحراك الشعبي السلمي والإعلان عن الانخراط الكلي في مواصلته وتحقيق مطالبه. الأمر الثاني الذي كذلك سجلناه كنقابات هو خصوصا وأنه من بين مطالب الشعب الجزائري هو رحيل الحكومة، حكومة بدوي وتشكيلته. هذه الحكومة التي فرضت على الجزائريين يوم 28 أكتوبر ولا زالت إلى اليوم، وهي التي تسير عديد القضايا، بل أكثر من ذلك أنها تتصرف وكأنها حكومة شرعية، ومدت يدها إلى عديد المشاريع وأصدرت قرارات وقوانين تمس أو ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية. الشيء الوحيد الذي ربما قد يحرك أو السلطة في البحث عن حلول جدية وقد يؤرقها هو المطالبة باستقلالية القضاء. هذه هي أهم حلقة في هذه المرحلة، لأن اعتراف القضاة في شعاراتهم المرفوعة أمام المجالس والمحاكم بدعوتهم إلى الاستقلالية دليل قاطع على أن هناك أزمة حقيقية، أزمة سياسية، خاصة فيما تعلق باعتقال نشطاء الرأي. والحرية تكفل لهم أن يعبروا عن آرائهم وعن رفض الانتخابات، لكن نحن يجب أن نحترم آرائهم وهم يجب أن يحترموا رأينا. نرى بأن الحل الديمقراطي والحقيقي والآمن والذي يستجيب لمطالب الحراك هو بدخول الانتخابات في بدخول الجزائريين في انتخابات رئاسية هي اللي تصنع الاستجابة الحقيقية لمطالب الشعب. احنا راح نبقاو رافضين هذه الانتخابات حتى لو كان السلطة راح تنظمها، لانه الحكومة هذه اللي راح تشرف على هذه الانتخابات اصلا الشعب رافضها، الشعب الجزائري كامل رافضها.